وأقدم لك جزيل الشكر باسمي وباسم والدي وجميع العائلة على مجهوداتك ومساعداتك التي قدمتها لنا، فقد جعلك الله سببا في تفريج هم دام 22 سنة، ما شاء الله لأنه منذ تواصلنا معك الموسم الماضي كشفنا كل الحقائق وكل الأسحار وكل الأعداء بتوفيق من الله أولا وبفضلك وفضل تفسيراتك الحمد ثانيا. لله اللي جعلني سبب، الحمد لله. نعم نعم، ابتداء من الكتابة التي على الحائط التي خبرتنا بها الموسم الماضي، توصلنا إليها في الأسبوع الماضي، وسحر المقص والسحر المدفون تحت بيت الخلاء، وأخيرا شجرة الهندي، فعلا تحققنا أن لها 3 جذور مثل ما قلت لنا تماما. سبحان الله. لذلك أقول ما شاء الله عليك، أنك أنت مفسر أحلام جد متمكن وجد موثوق به وبتفسيراته، الله يحفظك يا أم آية. لأن كل تفسيراتك كانت متطابقة وحقيقية، وفسرت لنا عدة أحلام تخبرنا بأن الفرج مع نهاية هذه السنة إن شاء الله، ونحن ننتظر الفرج بإذن الله هو آمين وتفسير يا رب، ذلك. فجزاك آمين يا رب. الله عنا خيرا.